التحضيرات بدأت البارح بتاريخ 1 أوت، تقريبا عندنا 80 حصة تدريبية وفما 4 مباريات ودية وأربع خمس مباريات ودية قبل انطلاق البطولة. بتبيع البطولة السنة يمكن مش يتغير نظامها، ممكن مش 12 فريق مش يكون نظام أليو روتور، وبعد 6 الأولانيين يلعبوا البلاي أوف، وفما بونيس 2 بوان بالنسبة لليكيب الأولى و 1 بوان بالنسبة لليكيب الثانية، وبعد 6 فرق يتنافسوا ذهب ومعناها أليو روتور كيف كيف على البطولة، ما فماش سوبر بلاي أوف كيما عملوا. هذا تقريبا اللي وقع الاتفاق عليه. الأهداف بالنسبة للترجي كالعادة فريق ماخذ البطولة والكاس الموسم اللي فات، ما ينجم إلا يحاول يدعم النتيجة هذه ويحاول يحافظ على البطولة وعلى الكاس، وبالطبيعة باعتبار أنه الترجي باش ينظم بطولة عربية يكون هدف مهم بالنسبة لنا احنا، خاصة بعد وصولنا للنهائي العمناول وما كملناش ما خديناش البطولة، خدينا المرتبة الثانية. إن شاء الله السنة يكون هدف رئيسي البطولة هذه، وإن شاء الله إذا الأمور باهية وإذا كان البطولة الإفريقية يكون معناها ظروفنا طيبة باش نشاركوا فيها، نجموا نشاركوا فيها ونولي عندنا خمسة ألقاب إذا كان نعتبرها أنه السوبر كوب لقب يعني. لي ماتش يكون مش توا، خاطر احنا توا تقريبا اول فريق بدا التحضيرات، وطبيعة يلزم على الاقل 6 اسابيع تحضير قبل ما نبداو المباريات الودية. ان شاء الله نلقاو فرق اللي نجموا يكونوا جاهزين ونجموا نحضروا معهم المباريات، ما نجموش نبرمجوها من الوقت. برمجنا المواعيد يعني محطوطين في التابلو لي دات اللي فيه ماتش اميكال، ما غير ما نحطوا شكون المنافس اللي باش نلعبوا معه. اي اون بلوس معناها احنا مش باش نفكروا برشا في المئويه باش ما تزيدلناش الضغط، احنا نعرفوا اللي الفوز لازم يكون عندك مستوى في الميدان يسمح لك باش تفوز، باش نمشيو بالعقليه هذيك ان نكون الافضل نكون الاحسن، سواء بالنسبه على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي، سواء بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه.